يعطيكم الصحة والعافية، معكم أحمد بوركي. بهذا الفيديو بغيت أتكلم عن الكيبورد، مو هالكيبورد بالذات، بس بتكلم عن الكيبورد عامة. كيبوردات يعني شيء شبه بينقرض من ناحية التليفونات الذكية والتابلت وما أعرف إيش، فبغيت أتكلم عن الكيبوردات. اللي خلاني أفكر بهالفيديو هو البلاك بيري باسبورت. البلاك بيري باسبورت يعني صراحة بغيت أسوي له مراجعة كاملة من ناحية إن أنا أحط كرتي فيه واستخدمه كجهاز اليومي، بس ما قدرت أتقبل حجم الجهاز، ما قدرت أتقبل النظام التشغيلي اللي بالجهاز، ما قدرت أتقبل إني أكتب على كيبورد مرة ثانية مع إن الكيبورد ماله وايد زين. أنا ما أنقد على الكيبورد كثر ما أنا أنقد على الديزاين بهالوقت بهالزمن هذا. فهو الجهاز اللي خلاني صراحة أفكر إن أنا أسوي فيديو بهذه الطريقة، إني أنا أحط التليفونات اللي فيها كيبورد وأعرضها بشكل إني أتكلم عن شنو التليفونات اللي تميزت من ناحية الكيبورد، وإن إيه هي سوت لنا تليفونات المستقبل اللي وصلتنا للبلاك بيري باسبورت. فخلنا نشوف شنو فيه. طبعًا لما إيه أفكر أنا تليفون ككيبورد، راح أفكر بأول تليفون اللي أحس إنه هو أصلاً صار مينستريم من ناحية الكيبورد، لأنه خليك أنت تستخدم الكيبورد عشان يكون هو المين طريقة الأساسية عشان أنت تدخل فيها التكست أو الانفورميشن، وهو طبعًا كوميونيكيتر 9110. هذا مو أول كوميونيكيتر في نوكيا 9000، بس هذا أول كوميونيكيتر اللي يعني تحس إنه هو فعلًا جهاز ذكي. تليفون طبعًا يعطيك الكلامشل فون فاكتور إنه هو يتبطل كأنه لابتوب، ومن داخل فول كيبورد. هذا التليفون كان يستخدم فاكس، كان يستلم فاكس، يدخل على النت عن طريق الوايرلس أبليكيشن بروتوكول واب، بس كان وايد مجرد، ما يعطيك الشغلات اللي إحنا نقدر نشوفها الحين بالنت. ووايد تليفون كان جدًا يعني جبار من ناحية الأداء والشغلات اللي يعطيك إياها كسمارتفون، واحد من أول تليفونات السمارتفون بالعالم. عدلوا عليه، سووا النوكيا 9210، هذا الاي فيرجن، يعطيك شاشه ملونه من داخل، تشبك عليه اصلا كاميرا تقدر انت تصور منها وتحط الكونتنت اللي موجود بالكاميرا على التليفون، هم وايد حلو. واحدة من الشغلات اللي انا كنت وايد استانس عليها من الكوميونيكيترات القدم، ان انت تستخدم التليفون بهذه الطريقه، ولما احد يدق عليك ترد وتحط السماعه كذي، لان سماعه من ورا ايام راحت. عدلوا عليه طبعا، سووا النوكيا 9500 كوميونيكيتر، بعدين صار ملون الشاشه لبرا ومن داخل، وحطوا عليه كاميرا واي فاي، نزلوا منه فيرجن يكون هو اصغر 9300، ونزلوا منه واي فاي فيرجن بعد. بس الكوميونيكيتر بلش الترند مال الكيبورد على التليفون سجلنا، نزل عقب النوكيا اي 90، هو اخر كوميونيكيتر من ناحيه الكلامشل من نوكيا، انه يعطيك الفون فاكتور مال الكلامشل، لان اخر كوميونيكيتر نزل تاريخ النوكيا هو كان النوكيا اي 7، يعطيك الفول سلايد اوت كوارتي كيبورد على شاشه 4 بوصه سيمبيان، اخر نظام سيمبيان 3 اللي هو كان يدعم التاتش. بس هو بلش شغله انك انت تقدر تستخدم التليفونات بكيبورد بطريقه مختلفه، مثل نوكيا 5510. هذا التليفون كان حتى السلوجن ماله يقولون انه يعني looks weird بس sounds great. هذا سماعته تتكلم فيه بهالطريقه، كان في شاشه بالنص وكيبورد على جنب. الذاكره من داخل الجهاز 64 ميجا بايت، مو جيجا بايت، ميجا بايت، عشان تقدر تحط انت ام بي 3 عليه وتسمع اغاني، لانه هو كان ميزته انه هو يعني خاصيه الجهاز انه هو يشغل اغاني. فهم بلشوا انه يسوون الكيبورد بهذه الطريقه ومشوا على هالترند، شفنا انه تطور مع النوكيا اي 70. النوكيا اي 70 كان من كثر ما هو تليفون وايد بزنس، يعني جد يمكن اللوكس مالته ما يعني تخلي ناس وايد تغريهم انهم يشترون التليفون من ناحيه اللوكس، بس التليفون عامه يعطيك فول كيبورد بطريقه وايد مميزه، ان انت تبطله بهالطريقه هذه ويعطيك الفول كيبورد من الصوبين نفس طريقه ال 5510، والشاشه بالنص والكونتنت اللي فيها، ويدعم طبعا سيمبيان 60 اللي كان بذاك الوقت هو التوب من ناحيه السمارت فون اوبريتنج سيستم. الاي 70 طبعا هو مو الاي سيريز الوحيد اللي نزل عليه فول كيبورد، عندنا الاي 61. هذا التليفون طبعا اول تليفون من نوكيا من ناحيه انه يعطيك الفون فاكتور نفس مال البلاك بيري، اللي خلانا اساسا ان نسوي هالفيديو، ان شاشه فوق وتراديشنال والفول كيبورد يكون تحت، يعطيك طبعا الايميل، يعطيك شغلات هذه كلها، يشتغل على نظام التشغيلي سيمبيان 60 S60 مره ثانيه، وفي التراكينج باد اللي موجوده بالنص اللي صارت وايد بعدين مشهوره عقب ما نزلوا النوكيا 7650، اول تليفون كان فيه كاميرا وسيمبيان من نوكيا، وعدلوا هم عليه ونزلوا نوكيا E61i كاهو، ونزلوا نوكيا الـ E61i. هذا من كثر ما كان بزنس حتى كاميرا ما كان عليه، نزلوا الـ E61i عقبه بسنة 2007، حطوا عليه كاميرا 2 ميجا بيكسل، سووا انحف شوي وعدلوا الرندرينج ماله والباور كونسومشن ماله علشان يتعدل اكثر على الـ E61. بس نوكيا حبت ان هي تطور الكيبورد اكسبيرينس اكثر وتسوي سليمر لما سوت الريفولوشنري E71. النوكيا E71 واحد من اشهر تليفونات نوكيا
نوكيا واكثر مبيعات من نوكيا على جهاز الاي 71. هذا تليفون اصلا بالذات حتى لما نزل الكويت كان عليه ضرب وقبال بشكل مو طبيعي. حجمه وايد وايد ملائم, وايد وايد لابج. انت قاعد تتكلم عن تليفون كان هالحجم صار هالكبر. وللحين الكيبورد وايد مريح وتقدر تستخدمه بيد واحدة. البطارية ما تخلص, كاميرته 3.2 ميجا بيكسل يعطيك اوتوفوكس على LED فلاش. وايد 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 حلو. حتى يعني نوكيا كانت تفكر بسالفة السيلفي ترى من زمان. الاي 71 في مثل عدسة صغيرة من وراء عشان تقدر تشوف روحك لما انت تيته بتصور عمرك, تدري ان شلون الصورة راح تطلع. يعني شغلات وايد وايد حلوة منكم يا نوكيا. ما راح اتكلم عن نوكيا عقب الاي 71 نزلوا نوكيا هم الاي 72. الاقبال كان على الاي 71 يمكن حتى اكثر من الاي 72, يمكن الطق لانه اكثر صار متوجه حق البلاك بيري, فالناس ما قامت تشتري نوكيا كثر ما قامت تشتري بلاك بيري بالوقت اللي نزل فيه اي 72. بس هم عدلوا عليه وسووا نوكيا الاي 75. يعطيك الفون فاكتور تليفون العادي بس فيه سلايد اوت كوارتي كيبورد. نفس الديزاين سووه حق هم نوكيا مال اكسبرس ميوزك 5360, بس يعطيك ديزاين وايد وايد حلو بحجم وايد وايد لابق. وسيمبينا 60 على وايد 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 الفون فاكتور حلو. نوكيا هم بعدين مثل ما تكلمت الفيديو اللي طاف سووا ال N900, يعطيك هم فل كوارتي كيبورد. ال N900 طبعا اخر تليفون من نوكيا اللي يعني يعتبر كسمارت فون عقب ال E7 انه ينزل فيه كوارتي كيبورد, لانه قبله كان اللي بلش سافت الكوارتي كيبورد كسلايد اوت كان النوكيا N97. انت قاعد تتكلم في فتره لما نزل نوكيا N96 وصعب وايد ان انت تنزل تليفون عقبه يقايش من المواصفات. فلما صار الترند ان تسوي تليفون تاتش سكرين سووا تليفون سيمبيان تاتش سكرين على المواصفات 5 ميجا بيكسل كازايس اوبتكس الفول اوت كورتي كيبورد 3 رو نفس اللي نشوفه على البلاك بيري باسبورت, نفس اللي شفناه على النوكيا N900. وايد وايد كان حلو هالتليفون, والهنج مال المصنعيه مالت نوكيا يعني مصنعيه جوده وايد عاليه. نوكيا N97 بعدين سووا نوكيا N97 ميني اصغر, المصنعية مالته حتى وايد أقوى من الـ N97. يستخدمون حديد معدن الحديد بالذات بالتليفون هذا وايد أكثر, ونفس الطريقة سلايد أوت كوارتي على شاشة أصغر 3.2 بوصة وهني 3.5 بوصة يعطيك فوق الكيبورد. وبعدين هني ردوا مرة ثانية حق الفون فاكتور القديم, بس شاشة بدون دقم. أي شيء تبي تسوي بهالتليفون لازم تسوي له سلايد أوت. هذا نوكيا 6650 سلايد, فيعطيك الكورتي لازم انت تسوي السلايد اوت عشان تقدر تستخدم الكورتي. هذه تليفونات نوكيا وشون هما عدلوا عليها. طبعا اخر تليفون نزلوا نوكيا كان الرخيص الاي 63 مواصفات تقريبا مواصفات الاي 71, انه يسوون واحد يكون مصنوع من بلاستيك ارخص بس بالحجم نفسه في سماكة اكثر, بس ليحن حجمه وايد زين ملائم وسعر وايد وايد رمزي. وعدلوا عليه وسووا بعدين الاي 5, وهذا يعتبر هم واحد من اخر تليفونات اللي نزلت نوكيا من هالحجم والفون فاكتور. نزلوا الاي 6 اللي يدعم التاتش عقب الاي 5, وبعدين خلاص وقفوا نوكيا ودعت. بس بالمقابل اوبريتنج سيستمز كانوا قاعد يسوون كيبوردات. تذكرون البلاك بيري بولد كان يمكن اقوى تليفون بلاك بيري. انا من الناس اللي كنت استخدمه ريليجيسلي, بدلته يمكن اكثر من مره من كثر ما كنت استخدمه, وحخلي كرتي فيه دائما. فالبولد يعني سوالك ترند جديد من ناحيه الكوارتي كيبورد, بس الشركات قامت تسوي تليفونات تستخدم الكيبورد بطريقه مختلفه. منهم شركه بام لما شرتها اتش بي, فعندك للبري يعطيك سلايد اوت كوارتي على ويب او اس, واحد من افضل الانظمه من تاريخ الانظمه اللي نزلت صراحه بالسوق. هذا اخر تليفون بام بري 3 لما شرتهم اتش بي, حتى اللوجن مال اتش بي عليهم يعطيك سلايد اوت كوارتي فول كيبورد, والنافيجيشن كله يكون تاتش على الويب او اس. حجمه وايد وايد حلو ملائم, ويعني واحد من نوادر هالتليفونات الصراحه. وفي عندك شركه سوني سوت تليفون, سوني إريكسون طبعا سوت تليفون الوحيد اللي هي سويته كان ويندوز, واول تليفون اكسبيريا البراند اللي الحين قاعد نشوفه على كل تليفونات السوني الاكسبيريا كان هذا اول واحد سوني اكسبيريا X1. نظام ويندوز يشتغل عليه ويندوز 6.5, يعطينا تاتش سكرين وفل كوارتي كيبورد تقدر تستخدمه, ويعطيك الكيرف طبعا وايد وايد حلو الكيرف, انه هو يعطيك كومفورت لما انت تبي تكتب ان التليفون ما تحس ان الدقم تكون يعني وايد غلجه او شيء. والمصنعيه مالته طبعا من حديد, وايد وايد حلو هالتليفون, يعني كلاسيك يعتبر من تليفون اللي ابرزه صراحه بالسوق. بعدين موتوريلا سوت لنا طريقه وايد وايد حلوه من ناحيه التليفونات, سوت تليفون اندرويد فول كيبورد حجم شاشته 2.8 بوصه 2.8 انش, حجم الشاشه وايد صغير بس كلها تدعم التاتش, واسمه موتوريلا فليب اوت.
تقدر تسوي فليب اوت يطلع لك فول كورتي كيبورد كيبورد بالكامل واندرويد يعني الاوبريتنج سيستم ماله اندرويد كامل يدعم اندرويد بالكامل. التليفون وايد وايد حلو وايد وايد يعني يونس بالاستخدام. انا كنت يعني لما كنت استخدمه ذكرني بايام البيجر. وايد وايد حلو صراحه. اسمه فليب اوت من اسمه لان التليفون الشاشه تطلع لفوق فليب اوت وتطلع لك الفول كيبورد من تحت. تقدر تستخدم النظام التشغيلي مال اندرويد كله على الكيبورد. عندك نافيجيشن هنا اسم فوق تحت يمين يسار. عندك دقمه اوكي علشان تضغط اذا تبي تدخل على قوائم. واحد من تليفونات الصراحه اللي بلش سالفه الكيبورد انه يكون سلايد اوت ويعطيك مواصفات وايد وايد عاليه مثل نفس الماركه سوني اريكسون. لما كانت قاعد تسوي تليفون الاكسبيريا سوى التليفون اسمه اكسبيريا برو. الاكسبيريا برو يعطيك سلايد اوت كورتي كيبورد نفس الطريقه مالت الاي 75 ونفس طريقه الاكس 1 ان انت تستخدم التليفون كله تاتش بس نظام اندرويد هالمره مو نظام الويندوز. وسلايد اوت كورتي عشان تقدر تكتب بالتكستنج اذا تبي. هذا طبعا واحد من التليفونات اللي عزيزه الى قلبي صراحه. حتى اللون الاحمر عايست دورت عليه يلا لقيته. وايد وايد احب هالتليفون استخدامه وايد وايد جيد كان في ذاك الوقت ووايد وايد احبه. طبعا تليفونات قاعد تغير وواحد من التليفونات اللي يعني تحس انه هو يمكن صغير نفس الموتورولا بس في مواصفات اعلى هو سوني. هم سوني اريكسون اكسبيريا برو ميني. ميني لانه صغير حجم شاشته 3 بوصه بس مواصفاته وايد وايد عاليه بذاك الوقت 8 جيجا هرتز 512 رام ماله يعطيك هم نفس الشيء فول كيبورد وحجمه وايد صغير. حجمه وايد وايد لابج وايد وايد صغير هالتليفون يعتبر يعني فعلا ميني ويعطيك فول كيبورد فول 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 كيبورد. فشغلات وايد وايد حلوه من سوني اريكسون بذاك الوقت ويعني تعطينا اياها كانت. بس اللي خلى هالامور هذه كلها تصير ان انت تنتقل من كيبورد للتليفون يكون نظام تشغيلي. طبعا واحدة من الشركات المفضلة كنت تدرون هي شركة HTC سوت لنا تليفون اسمه وايد حلو اسمه HTC تشاتشا. نزلوا منه لونين لون السيلفر ولون الأسود. هذا لون الأسود وايد وايد حلو مصنعيته وايد جيدة. HTC تسوي مصنعية وايد حلوة. في عكفة إذا تقدرون تشوفونها في عكفة علشان لما تستخدم التليفون الشاشة تكون مجابلتك حتى لما أنت تمسك الكيبورد بطريقة أنه تكون سيده كيبورد سيده بس الشاشه معكوف عشان يجاب لك ويعطيك الفيوينج انجل مال يعطيك الفيوينج انجل مال الشاشه وايد وايد حلو. والكيبورد وايد وايد كومفورتبل يدعم نظام الاندرويد بالكامل. هم هذا واحد من يعني تليفونات وايد وايد حلوه. اللي خلانا احنا ننتقل من تليفونات تكون عاديه لتليفونات يكون فيها كيبورد ما حد ينقد هي بلاك بيري. تكلمت انا بهالشغله مع اخوي نواف السويد بالفيديو اللي سويناه اول مره لما طلعنا مع بعض ان تكلمنا ان اندرويد لما بلشت كانت ايه قاعد تفكر ان تنافس بلاك بيري من ناحيه الكيبورد. حتى يعني هالشيء بين من تليفونهم الاول واحد اللي سووه لما نزلوه خلوا كونسبت مال الكيبورد الجي 1. هذا اول تليفون اندرويد بالعالم صنع اتش تي سي اسمه جوجل جي 1 نزل حق تي موبايل. تقدر تاخذه طبعا انلوك تحصله يمكن الحين بالنت بس تليفون وايد قديم. هذا اول تليفون بالعالم كان يدعم نظام الاندرويد كان فيه فيو كيبورد. النافيجيشن مال السيستم تقدر تستخدم التاتش سكرين بس هم كانوا وايد معتمدين انه يكون السيستم مالهم على الكيبورد عشان ينافسون مع البلاك بيري قبل يغيرون وجهتهم انه هم ينافسون مع الاي او اس ويخلون الانترفيس مالهم يكون كله تاتش بيس مدعوم لللمس اكثر من انه يكون مدعوم للكيبورد. بس نرجع حق التليفون اللي خلاني انا اسوي هذا الفيديو بالاساس البلاك بيري باسبورت. يعني لو كان جاي هالتليفون يمكن من قبل سنه او سنتين كان يمكن واحد من افضل تليفونات اللي انا استخدمتها. بس لان الحين التفكير والتوجيه مال ان انت شنو تستخدم بالتليفون هذا ما يعطيك اياها. الامازون سوى تليفونه هو الفاير برو ما اعرف ايش ما ايش اسمه من كثر ما هو يعني صدمت منه حتى ما فكرت ان انا اسوي المراجعه او اني اشتري. بس الامازون فون هم عندهم يستخدمون على نظام اندرويد بس هم مسوي لهم ستور يدعم شغلات من نظام من الجوجل بلاي ستور. تقدر تاخذ على اكسس من البلاك بيري والبي بي 10. انا سويت فيديو مراجعه قبل لا ارجع مره ثانيه اسوي هالفيديوهات سويت ريفيو حق البلاك بيري زي 10. هذا كان صراحه اخر بلاك بيري انا استخدمته كتمعن. حتى الكيو 10 عجبني بس ما شريته لان النظام التشغيلي ماله يعني ما حسيت ان انا راح اقدر استخدم تليفون كذي. لما تسوي سايد لود حق الاي بي كيز يشتغلون والكروبنج قاعد يشتغل عدل. شاشته 1440 ب 1440 فيعطيك بيكسل دنسيتي وايد وايد عالي على 4.5 بوصه. فانت قاعد تحكي تليفون مربع ريزولوشن ماله يعطيك بي بي اي وايد وايد عالي وكيبورد صغير 3 رو تحت ثمب. يعني نفس الكيبورد اللي شفناه على الN97 على الN97 ميني على الN900 ان كيبورد يكون ثلاث
ثلاث أسطر ما يكون في أكثر من كذي، ويعطونك المينيمايز يعني الشغلات البسيطة اللي أنت تحتاجها، كل الأحرف والمسافة. كل شيء راح يكون انترفيس بالتاتش مال البي بي 10. البي بي 10 يذكرني وايد بالميجو، نظام التشغيل مال N9، إنه هو سوايب انترفيس، إن أنت عندك مكان تقدر تستخدم فيه التليفون المنيو مال التليفون، وعندك مكان اللي أنت راح تستخدم يعطيك المولتي تاسك فيو شنو انت شغال عندك. غير الشغله اللي تميز التليفون هي ان انت اذا سويت سوايب لاخر شيء تشوف الماسنجر هاب عندك شنو عندك، هو اللي اسمه بلاك بيري هاب. البي بي ام انا بالنسبه لي يعني بلاتفورم شبه انتهى. البي بي ام لو بلاك بيري شركه ترم كبرها الحين، لو هي تنباع اتوقع الشركه الوحيده اللي ممكن تشتريها هي مايكروسوفت، وتزيدها مع نوكيا وتحنطها معاهم عشان تخلي تليفونات كلها الكوارتي او الانتربرايز من شركه بلاك بيري. بس الله اعلم شنو ممكن يصير. بس التليفون وايد ناس طلبت مني، ممكن تراجع لنا اياه، ممكن تستعمله، ممكن تعطينا انطباعك عليه. حاولت بقدر المستطاع ان اخلي كرتي فيه واستخدمه كتليفون اليومي بس ما قدرت. النظام التشغيلي ماله احسه وايد متخلف من ناحيه النظام التشغيلي الثانيه، في وايد شغلات ما عجبتني فيه ممكن تعجب ناس وايد فيه. انا من الناس اللي ما كنت اعتمد على ولا سيرفيس من بلاك بيري. بي بي ام عندي بي بي ام بس ما نزل على ولا واحد من تليفوناتي وبس. يعني النظام التشغيلي ما شدني، الشكل ما شدني، الحجم ما شدني، الكيبورد يمكن شيء الوحيد اللي ممكن يشدني. بس استعودت الصراحه ان انا استخدم اون سكرين كيبورد واني اطبع على شاشات تكون كبيره، فما احس ان انا احتاج. بس هذا اخر تليفون من بلاك بيري، وهذا احسن تليفون بلاك بيري موجود بالسوق. اذا انت للحين تحب بلاك بيري وتبي تشتري تليفون بلاك بيري، هذا مواصفاته وايد اعلى حتى من بلاك بيري كلاسيك اللي اعلنوا عنه او اللي نزل الحين بالاسواق. بس بلاك بيري كلاسيك حجمه وشكله يذكرك وايد يمكن بالبلاك بيري بولد 9000 اول واحد، بس هذا هو مواصفاته وايد وايد اعلى. يعطيك كواد كور رباعي النوى و2 3 جيجا بايت رام و كاميرا 13 ميجا بكسل، ففل المواصفات مالته الصراحه. وايد وايد ملغوم التليفون، ومصنعيته وايد وايد جيده بلاك بيري، مصنعيه تليفوناتها وايد وايد حلوه. بس انا ما قدرت صراحه اني اعطيكم عليه فل ريفيو، فحبيت اني اتكلم عن تاريخ الكيبوردز واتكلم عن تاريخ التليفونات وشلون وصلت من ناحيه الكيبوردز. وسلامتكم وتعيشون. اذا يعجبكم الفيديو يا ريت تسوون لايك، واذا يعني في شيء تبون تسالون عنه ما تكلمت عنه هم سالوا وان شاء الله راح ارد عليكم. واذا عجبكم البلاك بيري تقدرون تشترونه من وايد محلات، منهم رامو فون بحولي شارع بن خلدون، دوروا على واحد اسمه كمار قولوا له احمد بوريك طرشنا عليكم سلموا عليه. وفما الله كريم، جزاكم الله خير على المتابعه ومشكورين، ويعطيكم الصحه والعافيه. احمد بوريكي، بلاك بيري باسبورت وكيبوردز، فما الله كريم.